بناء على معلومات متحصل عليها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية، حيث تعود حيثيات القضية بعد قيام أفراد الفرقة بدورية عبر مجمع توصيالي للحديد والصلب الكائن مقره بالمنطقة الصناعية لبلدية بطيوة، أين تم ضبط شاحنة على متنها 3 أشخاص وكمية من الكوابل النحاسية المسروقة. مواصلة للتحقيق، تم توقيف مشتبه فيه آخر مع استرجاع كمية معتبرة من مادة النحاس. أسفرت هذه العملية على توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 56 سنة، واسترجاع كمية من الكوابل النحاسية قدرت ب 21.5 أمبار وحز شاحنة نوع شاكمان كانت تستغل في عملية النقل. سيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال التحقيق حول جنايتي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للجناية والسرقة بتوافر ظروف القطع التعدد واستحضار مركبة.